سي حمزة الله يحفظك هانيه بخير مزيان الله يحفظك فين حنا دابا زاوية الشيخ الله يحفظك ساك الله يرحم والديك شكرا حمزة تهلا الله يحفظك يا حمزة شكرا تبارك الله عليك اللهم بارك وتحية صاحبي شليح سعيد والله يبارك اللهم بارك سير المرزاق سير اللهم بارك الله 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 راه ما كنركبوش في السيارات اخوتي فهمتوا كيوقفوا علينا الاصدقاء ديالنا دابا انا خرجت من الزاويه الشيخ نعم كاين بزاف الاصدقاء الصراحه وقفوا معايا هيدا وما كان شتي معاهم هيدا شي ذكرى الله هذا فضل ربي الحمد لله جزاكم الله خيرا صراحه ملي كيوقف معايا شي صديق ديالي وهذا كنفرح كنفرح بزاف ودابا المعلم راه هربنا حتى حيوسف راه هرب الطريق طويلة اللهم بارك ملي كتكون الطريق طويلة شوف تبارك الله شوف 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 طويلة اللهم بارك يلا اخوان تبارك الله عليكم بني من الليل تجمعونا شكرا خاي حمزة والناس ديال زاوية الشيخ تحية لخاي شليح سعيد الناس زاوية الشيخ حلاوة حلاوة دابا خصني نخدم شوية خوتي خصني نبين الخدمة كما كنقول للمعلم كنقول هو المعلم خصنا نبينو الخدمة إلا ما بيناش الخدمة الشاف روشي هيجري علينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة أبو حفص حيلي لا تنسى دعم المقطع بلايك ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك الجديد دمتم أحرار والسلام عليكم ورحمة الله